يطلعوا حاصلوا ليكيبات يتقسموا، يتعديوا للبيت نتاع المغاربه، يتقسموا هكا كل واحد يخوزوا ثلاثه مغاربه يبدا يضرب فيهم. وبعد كي يخرجوا من البيت هذيك نبدا نسمع فيهم يبداو يسيحوا ويعيطوا وكل، يخرجوا من البيت يجوني لي انا قاعد على الكرسي ما عنديش الحق لا نشد جارد لا حد شيء، لازمني نقعد هكا معني ما نتحركش. وهما يجيو شادين الصف يبداو يضربوا بالواحد بالواحد معني بيان سور سبين. فما واحد داير حب معناها واحد حاب ينحي لي السروال، حبوا معناها قالوا لي معناها من بعد انا باش انت ابيض ودر شنو وكل باش يشيخوا بيك جماعه بوشوشه هكيك معناها الحكايه هكيك. قعدت على الكرسي معناها يوم يجيو يضربوا به. قعدت غاديكا جيو ضربوا عملوا من بعد معكي معناها هي قاديكا اللوطه وكل. فما بوليس تعرفوا، فما بوليس من البوليسيه تعرفوا معناها قتلوا معناها ولدي راهو الفوق راهو قاعد يتضرب معناها راهو قاعد هي تعرفوا كل شيء قتلوا ما عادش يضربوه معناها. خي طلع لي هو معناها البوليس هذاك مشي كلمه وقال له ما عادش تضربوه كل، حطوني معناها بعد علي البوليسيه الاخرين. كي 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 نحاو حاسيلو ما عادش وقت مع وقفوا الضرب ما عادش ضربوني معناها خاطر امي طلعت تعرف البوليس هذاك. من بعد اونتر تون معناها في الوقت معناها وكل شيء انا هزوني التواليت معناها وجهي كله بالدم وشفتي مفلوقه وكل شيء. هزوني للتواليت غاديك انا قاعد في التواليت ويجي بوليس هذا عصام الدردوري معناها اللي توا ولا شريف وحط تصوير تشي جيفارا في البروفيل بتاعه وكل شيء. جاني البوليس هذا ضربني معناها وقتها وكل. بعد دخل التواليت يلقى واحد مغربي غاديك قال له اسال صاحبه قال له هذا مغربي هذا معناه اللي ضرب الزملاء ودر شنو وكل. صاحبه قال له حاسيلو يجري 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 ويهبط عليه بزوز ساقيه على التواليت هذا. بعد شد له راسه كي يبلوكيه له مع الواحد مع التواليت ويشد يبدا يضرب فيه هكايا على راسه معناها ودمو ميت. حاسيلو معناها اللي صار في المطار معناها حاجه معناها امبوسيبل ننساها معناها اللي صار وقت. قعدت غاديكا من الستة حتى العشرة متاع الليل. من بعد جاو عبيد عملوا مظاهرة قدام المطار. فما المحامية متاعي نجات يعقوبي جات غاديكا معناها باش خرجتني وكل. اونتخ تون فما التلفزة الوطنية جات هي وحنا بعل ونسمع جاو حاسيلو ليكيب متاع الوطنية كي طلعت لفوق مشيت معناها كي دخلت وكل في كدمومات وكل ما نجموش يصوروا. دارت حاسيلو الوحدة الجورناليست دارت البوليسية دارت لهم قالت لهم ليه هنا من ما تجيش بعد باش تعمل لكم مشاكل وكل برا وبدلوا لهم حوايجهم وكل. حاسيلو هاي البوليسية مش البوليسية اللي بدلوا في الحوايج نتاع المغاربة، الجورناليست هي اللي قالت للبوليسية بدلوا لهم حوايجهم خاطر فيهم الدم. بدلوا لهم حوايجهم حطوهم في بيت أخرى عملوا ديكور. فما واحد ليبي موقف نهارتها زيد شدوها على سلاح على كراتش وكلش عملوا هما خذوا التصاور نتاع الكراتش هذوكم وحطوهم في المونتاج معناها يحكيو عن المغاربه اما هاكا تصوير الكراتش او ميم طون باش يعملوا مانيبيولاسيون معناها باش يعملوا ماتركاج معناها لوبينيون عبد كي يشوف كرتوش بيان سور معناها باش يخاف وكل. دونك هما معناها عملوا كل مانيبيولاسيون نتاعهم وكل.